السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع وصفة جديدة غادي نقدم لكم طريقتي في تحضير بقلاوة تركية باللوز وجوز الهند، اقتصادية بزاف، والأهم أنها كتجي بنينة، كتجي مقرمشة، وهذاك المزيج ما بين لوغو ديال اللوز مع الكوكو أو الكوك بصراحة تيجي زوين بزاف وهائل. كنتمنى أنكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعاليق. قبل ما نبداو، بالنسبه للناس اللي يلاه غيتفرجوا في الفيديوهات ديالي، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وغنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي واحد 200 غرام ديال اللوز اللي يعني فسخته وقليته وهرمشته على هذا الشكل هذا، وعندي 100 غرام ديال الجوز الهند. كيف كتشوفوا مقادير بساط، يعني ما كاينش واحد الكميه، غير 200 غرام ديال اللوز مع 100 غرام ديال جوز الهند. عندي القرفه بطبيعه الحال، عندي السكر كلاصي، وعندي ماء الزهر، وعندي الزبده ذايبه، وورقه ديال الفيلو بطبيعه الحال. ورقه ديال الفيلو راه موجوده في المحلات التجاريه الكبرى. غنبداو على بركه الله يعني الطريقه ديال التحضير. هنا غادي نشد داك الجوز الهند او الكوك، غادي نخلطو مع هذاك اللوز، وغادي نسمو كيف قلت بشويه ديال القرفه. القرفه ما نقويوش بزاف باش هذاك النسمه ديالها ما تغلبش لينا على لوغو ديال الكوك وديال اللوز. غادي نديرو غير شويه، يعني ما نكثروش كيف قلت. غير نصف ديال ملعقه صغيره كيف كتشوفوا، صافي. وغادي نضيفو واحد المعلقه يعني ما عامراش ديال ماء الزهر، حيت ماء الزهر تا هو بغينا غير ينسم لينا غير شويه، ما بغيناش هذاك لوغو ديالو يجي يعني طاغي على اللوز والكوك، صافي. وهنايا بالنسبه للسكر الثقيل او السكر كلاصي، غادي ندير غير معلقه ممتلئه. اللي بغى الحلاوه بزاف، حيت مازال غنسقيوها بالعسل، اللي بغى الحلاوه بزاف يمكن ليه يزيد، يعني على حسب الرغبه. انا بغيت غير هذاك اللوز والكوك يعني يتعلقوا ليا واحد شويه بهذاك السكر، هذا هو الغرض من هاد السكر اللي درت. غادي نحاول انني نخلط مزيان العناصر وينسجموا ليا مزيان، وغادي ندوزو باش نشوفوا المرحله التاليه. هنا كيف كتشوفوني هاد كان معك بهذاك المعلقه، عفوا مشات لي السميه ديالها، غير باش هذاك السكر كلاصي قيت فيه شي حبيبات، يعني خاصني معكم مزيان، وفي نفس الوقت يعني كينسجموا لي العناصر اكثر. صافي، من بعد ما غادي نحرك هذا، صافي غادي نخليه على جنب، وغادي ندوزو للمرحله الثانيه ديال التوجد. هنا غادي نجيب الورقه ديال هذيك الفيلو، غادي نحلها، وغادي ناخذ منها جوج ورقات، وما تبقى خصني يعني نغلفه ونحطه على جانب باش ما ينشفش، ضروري خاصها تغطى باش ما تنشفش وتبدا تكسر لينا. غادي ناخذ جوج وريقات ونحطهم كيف كتشوفوا هنايا، خاصكم تحاولوا عليها شويه باش ما تتكسرش. هنا غادي نحل هذوك الجوريقات بهذا الشكل هذا، ولكن ما غاديش نفصل وحده على وحده، غادي نخليهم هكا، وغادي نهز بالنص بالنص، وغادي ندهن بالزبده. هذه العمليه بصراحه كتوفر علينا الوقت
وفي نفس الوقت يعني كتخلي لينا الورقه على اختها ما تيكونش هذاك الديكالاج يعني، وكتجي يعني كيبقاو كيف هما مستفين كيف غيبقاو، يعني الفرق هو انني غادي ندهن غير بيناتهم بالزبده وصافي. يعني هاد الطريقه عمليه وما غاديش تعصبكم حيت ملي كتاخذوا ورقه كامله وكتبغي تحطها ومعها هي رقيقه ومعها ديك الزبده الى طاحت على اختها وهي مديكاليه غتبقى مديكاليه، وتحاولوا تصيبوها غادي تقطع عليكم. هادشي علاش يعني خاصكم ديروا هاد العمليه. كيف كتشوفوا هنا انا غطيت النصف الاول ودابا دزت باش ندهن النصف الثاني، وحتى هو غادي نغطيه بنصف الورقه الثانيه. صافي ها هي لصقت على اختها يعني كيبقاو وما كيكونش هذاك الديكالاج. دابا غادي ندهن الورقه الثانيه مزيان حتى هي. قد ما دهنتوها مزيان هي كتبغي الزبده مازال، والزبده ما خاصهاش تكون يعني خاصها تكون جوده مزيانه، ما خاصهاش يكون فيها الماء. الا كان فيها الماء ما غتخليش لكم الورقه تقرمش لكم في الفران مزيان. هنا كيف كتشوفوا كنهز هذيك الحشو وكنبقى ندردر من الفوق يعني الكميه اللي بغيت، علاش انا قلت لكم راها اقتصاديه بزاف. غادي نبقى ندردر بها الطريقه هكا يعني الكميه اللي بغيت صافي. ودابا غادي نبدا كنثني في الورقه بدون هذيك داك العود اولا اللي تيخدموا به هما بلاش، يعني انايا درتها غير هكا يعني غير كتلوي عادي. ما تحاولوا انكم ما تزيروش بزاف وفي نفس الوقت ما تخلوهاش مرخيه بزاف. صافي هنايا حيت عندي انايا اللاطه اللي غنطيب فيها صغيره، الا كانت كبيره غتخلوها على هذاك سميتو على هذاك الطول. انا حيت عندي اللاطه صغيره يعني اضطريت انني نقطعها على النصف صافي، وتنحطها في المول اللي غادي نطيب فيه. من الاحسن شي حاجه اللي تكون مجموعه. صافي غنكمل بنفس الطريقه، هذه هي المره الثانيه يعني كندهن ما بين الورقات بجوج ومن بعد كندهن من الفوق وصافي. غادي عاوتاني نرش هذاك الحشو ديال اللوز والكوك صافي، وغادي نقطع دابا على النصف كيف الاولى كيف درت ليها، وغادي نحط في المول احسن كنكمل هذيك الكميه اللي عندي ديال الورقه مع الحشو، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتمه. صافي وهنا من بعد ما كملت هذيك الورقه ديالي غادي نقطع يعني القياس اللي بغيت، بغيتهم كبار اولا صغار يعني كيبقى اختياري. انا درتهم على هاد العبار هذا صافي. ومن الاحسن ان السكين يكون حاد باش ما تخسرش لكم هذيك الورقه وتقطع لكم. هنا من بعد ما قطعتها صافي غادي نجيب غير هذيك الزبده اللي دايبه وغادا نسقي بها هذوك يعني البقلاوه كامله. هي تتبغي الزبده يعني قد ما درنا الزبده قد ما كتجي مقرمشه وكتجي زوينه. غير هي كيف كنقول كيف قلت وغادي نعاود نقولها، الزبده من الاحسن تكون ذو جوده يعني ما يكونش فيها الماء. الا كان فيها الماء غادي تليف لكم الورقه وما غاديش لكم مزيانه صافي. وغادي ندخلوها للفرن. الفرن خاص يكون ناقص يعني مهيل باش تحمر وتتقرمش من الداخل. هنا كيف كتشوفوا راه شاط لي الحشو يعني ما غاديش غادي تخزنوه باش ندير بيه عاوتاني ناخذ ورقه اخرى وندير نزيد عليه شويه ونديرو. هنا من بعد ما طابت لينا كيف كتشوفوا راه اللون ديالها كيجي مذهب وكتجي زوينه بزاف، وغادي نسقيها وهي سخونه مباشره ملي كتجبدوها من الفران. كتسقوها بالعسل اولا كديروا لها الشرابات ديالها، انا اكتفيت بالعسل عفوا، ومن الاحسن يكون عسل ذو جوده يعني ما نديروش عسل ديال السكر ولا هكا يعني يكون زوين. بالنسبه للناس اللي في المغرب من الاحسن يديروا عسل ديال الزمزمي، بصراحه كيجي فيها زوين بزاف وهو بنين
صافي. وهنايا غادي نجيب واحد شويه ديال اللوز اللي قليته وهرمشت وخديت منه واحد شويه، يعني هو نفس اللي درت في الحشو، غير خليت شويه للتزيين وغادي نزينه. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبه صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا، كتجي على هذا الشكل، كنخليوها حتى كتبرد وكنديروها في طبق التقديم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج مع الاحباب والاصدقاء. الى الملتقى ان شاء الله مع شهيوه جديده ووصفه جديده. واذا كنتو كتبغوا بحال هاد الوصفات خلوا لي دي كومونتير باش نعرف واش نكمل معكم في هاد الوصفات او لا نبقاو في المالح والطياب العادي. شكرا على المتابعه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.